أن الجمهوريين اقتربوا كثيرا من الحصول على الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي في الانتخابات النصفية، إلا أن الموجة الحمراء التي كان يروج لها لم تأتي على قدر طموحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. فبحسب النتائج الأولية، رفع الجمهوريون حصتهم في مجلس النواب إلى 210 مقعدا، ولم يتبقى لهم سوى 8 لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين، ما يمنحهم إمكانية إيقاف القوانين التشريعية للرئيس الديمقراطي جو بايدن. وللفوز بالأغلبية يتوجب الحصول على 218 مقعدا من أصل 435. في المقابل، قلل بايدن من المخاوف بشأن سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأمريكي، مؤكدا أنه يفكر بالترشح لولاية ثانية. في الوقت الحالي لا نعرف النتائج النهائية حتى الآن، لكن ما نعرفه هو أنه بينما كان الصحفيون والمحللون يتوقعون موجة حمراء عملاقة لم يحدث ذلك، مستعد للعمل مع الحزب الجمهوري مهما كانت النتائج الانتخابات، وسنعمل مع الآخرين لإنجاز كل ما هو في مصلحة الشعب الأمريكي. أما في مجلس الشيوخ، أي الغرفة الثانية للكونغرس، فأن المشهد مختلف، فحظوظ سيطرة الجمهوريين عليه لا تزال معلقة على نتائج الانتخابات في 3 ولايات هي أريزونا ونيفادا وجورجيا. فحتى الآن تشير البيانات إلى أن الجمهوريين حصدوا 48 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد مقابل 46 للديمقراطيين، مع الأخذ بالاعتبار حتمية فوز الجمهوريين بمقعد آخر في ولاية ألاسكا التي تتنافس فيها مرشحتان جمهوريتان. بذلك يرتفع عدد مقاعد الجمهوريين إلى 49 مقعدا، وهذا يعني أنهم بحاجة لمقعدين إضافيين من أجل نيل الأغلبية وبالتالي السيطرة على الكونغرس بشكل كامل. أما في ولاية جورجيا، فتقرر إجراء جولة إعادة في 6 ديسمبر المقبل للتنافس على مقعدها في مجلس الشيوخ، حيث لم يحصل المرشح الديمقراطي والسيناتور الحالي رافائيل وارنوك ولا الجمهوري هيرشيل واكر على نسبة 50% اللازمة لتجنب الإعادة. الانتخابات التي تشغل العالم شهدت أرقاما تسجل لأول مرة، حيث وصل أكسويل فروست عن الحزب الديمقراطي إلى مجلس النواب، وهو أول مرشح من جيل زد، وهم مواليد الفترة ما بين منتصف التسعينات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وتميز أفراده بقدراتهم في استخدام التكنولوجيا والتكيف معها. في المقابل، فاز الجمهوري تشاك راسلي 89 عاما سيناتور عن ولاية أيوا منذ العام 1981 بمقعد في مجلس الشيوخ لولاية ثامنة، وسيكون تشاك راسلي قد بلغ 95 عاما في نهاية ولايته الجديدة. كما انتخبت ولاية ماساتشوستس ديمقراطية مورا هيلي حاكمة لها في انتخابات منتصف الولاية لتصبح أول حاكمة مثلية في تاريخ الولايات المتحدة. كما فاز 3 من أصل فلسطيني بعضوية مجلس النواب، هم عبد الناصر رشيد عن الحزب الديمقراطي في ولاية ألينوي، وروى رمان عن الحزب الديمقراطي في ولاية جورجيا، ورشيد طليب عن الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان.